إذا لنواصل درب مسير استقبال أيضا المتسابق المتواجد معنا أيضا المتسابق الذي يحمل الرقم 68. اسمي محمد عبد الحكي مدرسة الوحدة. أعز الناس يا دنيا غدر بي وغدر كل اللي بنيته. أعز الناس يا دنيا لأني على قلبي وإحساسي منته تناسى الحب في لحظة نسيني وانا اللي يوم حتى ما نسيته. أعز الناس أعز الناس. محمد من مدارس الوحدة. أستاذ محمد تعليقك. محمد وزع قلوب. أنا بتكلم أنا وزع قلوب دائما للناس اللي دائما يخشوا. أنت على طول دخلت لقلبي من أول ما غنيت رائع جدا وما فيش أي خطأ ولا أروع ولا ما سمعش ولا شكرا. طبعا محمد عبد الحكيم ما دخلش قلبي بس روحي وعقلي وكله. طبعا حلو المتسابق اللي يختار أغنية مناسبة لصوته وغنى أغنية شعبية من أجمل الأغاني. لهذا السبب إحنا فخورين إنه يكون مثل محمد صوت جميل صوت شعبي. أتوقع له يكون في المستقبل فنان من أهم الفنانين الشعبيين في اليمن. نسمع له تحية ثاني مرة. بعد ما استمعت إلى التعليق بين الأستاذ محمد من تختار القرار قرارك؟ إذن تحية كبيرة مبروك أستاذ عمار. إذن مبروك